تائه هؤلاء سوف يستمرون. كانت هناك جريمة ارتكبت في النجف الأشرف، جريمة إرهابية من أكبر الجرائم التي حلت في النجف، راح ضحيتها آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، وعدد كبير من المؤمنين والمؤمنات. استمر الوضع الأمني بهذا الشكل، واستمرت قوات الاحتلال اتباع هذه السياسة الخاطئة، فبالتالي الناس سوف تكون مضطرة للدفاع عن نفسها، وبالتالي سوف تتبع السبل المناسبة. الجامعية مرتبطة بأسلام هؤلاء الشهود الأول على أبناء العراق. سوف نستمر بالعمل في مجلس الحكم، وسوف نستمر في السعي لبناء المؤسسات المختلفة للدولة العراقية، وسوف نستمر من أجل تحقيق استقلال كامل للعراق، ونستمر من أجل تحقيق عدالة في العراق، وبالتالي بناء عراق مستقر ومستقل، وأيضا تراعى فيه حقوق كل مكونات هذا الشعب. قم بإشاعة الفساد وعدم الأمن والاستقرار. وشكرا للإخوان، السلام عليكم.